السلام عليكم إخوان الدردشة وأصحاب الدردشة. كل واحد فينا كيوقع ليه كيكون كيبريكولي أو كيكون كيخدم شوية أو مهم أي عمل كيوصل واحد الوقت كيعيا وكيبغي يرتاح ويدردش مع شي واحد أو يتسند شوية الموسيقى لأن سروبوزي سي جوست شانجي دو فاتيك. على اي فانا كنبريكولي في واحد البيت خارج على المدينه شويه كنجي ندوز فيه بعض المرات اسبوع في نهايه الاسبوع وكنبريكولي فيه كنصلحو على حسب الذوق ديالي انايا وكل واحد فينا عنده ذوق يحترم. على اي فدردشه ديال هاد الراحه هادي هاد الروبو هذا وهي اللعب على وترت او على وتر الزمان. اللعب على وترت عود الزمان. فكنت كنسمع البارح تصنت لواحد شفت واحد فيديو في اليوتيوب ديال توجور هاد المصيبة هذا هاد الملف المشؤوم ديال حمزة موبيبي والفنانة. فخص هادوك اليوتيوبرات خصهم يعرفوا بأن الزمن عنده قيمة واللي يعرف يستغل هذيك القيمة ديال الزمن هو اللي كيربح هو اللي كيفوز. فالزمان دائما عنده واحد الامباكت على ليفينمون فين كان القضاء في البلاد اللي هو اظن بدا كيفهم شنو هي النزاهة وبدا كيفهم بان الى ما تعاقبش المذنب رحنا غنزيدو في فساد على كساد على فساد. وكاين ناس اخرين اللي غادي نوبار عليهم مع داك الملف وهما الناس اللي مرتكبين الذنب. فبجوجهم كيلعبوا على الزمان. واحد كيلعب على وطرة ديال العود ديال الزمان على اساس انه يغير المجرى ديال الملف والاخر اللي هو القضاء ربما كيلعب على واحد الوترة اللي يزيد من جرائم يضيفهم او التهم اللي يضيفها لهذاك الملف باش يتقل على الضحية ومن معاه. فهذوك هذاك السيد اللي كان كيهضر في هذاك الفيديو ديال اليوتيوب ربما ما فهمش هذه المساله هذه والفاظ نابيه يعني حشومه عليك يا اخي. ما نقولش لك يا اخي لا انا ما يمكنش بديك الالفاظ وتكون جالس مع الاسره ديالك وكتصنت لهذاك الفيديو هذاك. فانت خصك تحيد وخصك تطلب العذر وتطلب السماحة من هذوك الناس اللي سمعوا ليك. طلب السماحة من هذوك الناس اللي خطأوا وسمعوا ليك. فالزمان اللي تستغل مزيان بالنسبة للمنتصر ونتمنى يكون القضاء فغيفرض أو غيطبق القانون على دوك الناس اللي ارتكبوا داك الذنب داك الجرم. ويخسر القضاء امام الظلم فالظلم غيزيد يطغى في هذيك البلاد هذيك. وانت بهذاك الاسلوب ديالك فكتمهد الطريق للظلم باش يدوز القضاء وانتصر عليه. فنهار الشيطان اسكت
وطلب سماحة. غادي نكمل على داك التعليق على هذاك الفيديو هذاك ديال حمزة مومي بو ديال هذاك السيد اللي قدم هذاك الفيديو هذاك بديك الآفات النابية. فانت يا أخي ربما ما عرفتش تستغل شنو عندك. انت عندك واحد الشبوية وليتي معروف وعندك جمهور ديالك اللي كيتصنت ليك او الناس اللي غير مرة كتكليكي وكتشوف فيك. فما نقولش لك لو كان كنتي ذكي لو كان استغليتي في هاد الشي وفي هاد الشي وفي هاد الشي، لا، لان كل شي البشر ذكي. غير كاين اللي كيديفلوبي الذكاء ديالو وكاين اللي مسكين كيبقى بحالك شاد ديك السكة وجالس في البتي كونفور ديالو. فانت لو كان فهمتي ولو كان كنتي ولو كان الذكاء عندك كان طور واحد شوية كنتي تستغل هذيك الشعبوية ديالك. وانا غنعطيك مثال باش نعاونك ونعاون امثالك. فبالنسبة لك انت غنقول لك بما انك كتذاكر شوية بالمنطق فربما كان من المستحسن وكيبقى لك انت الجزم والحكم على المسألة وربما كنت تفكر وتخلق واحد الجائزة ديال الابتكار ديال الاختراع، لأن المنطق هو اون باز ديال الاختراع. المنطق هو اون باز ديال الابتكار. بما انك انت كتقول كتذكر بالمنطق فكنت تخلي لك هذاك الملف هذاك، لان في الدين آمنة راه في نزاع وفي صراعات مع اهل الظلم ومن معهم، وتخلق هذه الجائزة هذه وتقول مع الجمهور ديالك بأننا غادي نخصو سنويا جائزة المنطق أو جائزة الابتكار أو جائزة الاختراع، وتخلق ان كلوب ديال المنطق وديال البحث على أساس كيتباراو باش يربحوا هذيك الجائزة في آخر السنة. ولكنك انت خلقتي جمهور اللي تبنى ديك الفاظ النبية ديالك وبداو مساكن الله يكون معاهم حتى هما كيعبثوا وكيخرقوا. هذا مثال لك نتايا ومثال ديال الناس اللي كتبغي تلعب دور الصحافة فتمشي تقرا بعد تاخد هذيك الشهادة اللي تخول ليه باش يعمل في الصحافة والإعلام، وعاد يمكن ليه يدخل ويمشي لقدام يطلق من هاد الملف هذا. متلقاش شاد في هاد الملف وكتبربر بحيه وكتهضر فيه وكتبغي تحلو كل نهار كتحلو بمنطق كل نهار كتحلو سوزيون فريكونس ما طابع لك. رونتو واحد المجموعة من الشباب رونتوها خلقتوا ليها مشاكل تبناو اسلوب خايب. فكنظن انايا بان خاصك تفهم القضية هذه. واحد فيكم يخلق جائزة الاختراع والابتكار وواحد يخلق جائزة القصة. وكاين دراري تبارك الله عليهم كنشوف انا دي فيديو ديالهم كاين دراري تبارك الله عليهم اللي بامكانهم يديروا ما هو افضل من هذا الشيء هذا، ولكن نساقوا معكم نتوما لانهم بغاو بلاصه ديالهم حتى هما يديروا بلاصه ديال لاشين ديالهم باش يزيدوا قدام باش يربحوا شويه ديال الفلوس. وهذا ماشي عيب، ولكن العيب هو الانسان يبقى شاد في الموضوع هذا. صافي طلق من هذا الشيء هذا وزيد جائزة الرياضيات، جائزة الفيزيك، جائزة العلوم، جائزة الرياضة، جائزة في الماراطون. ناس تخلقوا دي كلوب، ماشي كلوب ديال الهضرة ديال الناب الخاوي.
فهمتي هاد الميساج هذا السي؟ انا ما كنبغيش نذكر الاسماء ديال القنوات لان من العيب عليا، ولكن الطريقه او المنطق ديال هذاك اللي كي يدير هذاك الفيديو خصو يحاول يغير واحد شويه، وقف وجلس وشوف فين جالس وشوف فين باغي يوصل. باغي توصل دير الفلوس، فكاين وسائل اخرى باش دير الفلوس اللي في هذاك الدومين ديالك. انت بغيتي تكون يوتيوبر، هو طلق من هذاك الملف وخلق شي حاجه جديده لهذاك هذاك الشعب، هذيك الامه، هذاك الشباب اللي تابعينك. جائزه ديال كلوب، غتخلق كلوب ودير جائزه اخر السنه، انت كتهضر بالمنطق، وجائزه غتخصص واحد الجائزه اللي نيت جائزه وكل شيء غيساهم فيها، وهذوك المتبارون اللي غادي كيتسابقوا واحد فيهم اللي غيربح هذيك الجائزه هذيك. والسلام عليكم، حتى في فرصه في عوض اخرى، وكنتمنى ان فهمتي وفهمتوا يعني المحتوى ديال هاد الدردشه هادي، ونتمنى اننا نزيدو قدام فيها، وكل واحد فينا ياخذ منها اللي هو زوين ويمروا الاخر ان شاء الله وبحول الله. ربما نصيب وربما نخطئ على اي المحاوله. والسلام عليكم والى اللقاء ان شاء الله وبحول الله.